المرة دي احنا هنكمل على نتكلم على control structures وبقيت types of sensors. يعني احنا كنا قلنا في كذا نوع من انواع sensors. في حاجة اسمها tactile sensors. دي بتبقى زي كونتاكت سويتشز وبامبرز، عشان لو الروبوت كده نحط حواليه بامبر كده اهو، لما يخبط في حاجه يروح ضارب على السويتش ده، لما يخبط في حاجه يضرب على السويتش ده. في الويل موتور سنسورز، ده فيها منها كذا حاجه، في براش انكودر، في بوتنشيومتر انكودر، في سينكرونس انكودر، في اوبتيكال، في ماجنتيك، في اندكتيف، في كاباسيتيف اند سو اون. وفي الهيدنج سنسورز. الهيدنج سنسورز ده عشان اشوف انا رايح في اي اتجاه، زي كامبس، جايرو، الانسلرومتر، وفي عندنا جراوند بيس بيكن. دي بتدي لك لوكيشن، لوكاليزيشن، زي جي بي اس، الار اف بيكن، الالتروسونيك، في الاكتف رينجنج، زي الريفلكتف سنسورز والالتروسونيك. في الليزر رينجر، رينج فايندر، في الاوبتيكال ترانجليشن، في السبيد سنسورز بقى بتاعت الروبوت نفسه او الموشن سنسورز. منها الدبل رادار، والدبلر ساوند. في بقى غيرهم بقى الفيجن والكاميرا وحاجات تانية كتير. النهاردة احنا هنتكلم على واحد من السنسورز اللي احنا بنستخدمهم in one of the main behaviors. فقلنا ان في behavior of الاكسس ليفل اللي هو كنترول على كل موتور، وشرحنا عباره عن ايه، والبي اي دي ده عباره عن ايه، ومشكله الريسيت وايند اب، ويعني ايه انتي ريسيت وايند. بعد كده في الموشن سنسور اللي هو الموشن اوف ذا روبوت، موشن كنترول، وفي البوزيشن. هنرجع احنا للبوزيشن بعدين، لو بنقيس فيه اولومتري وحاجات كتيره كده. وفي الكوليجن افويدنس، هو ده اللي هنتكلم عليه النهارده، الكوليجن افويدنس. احد اهم السنسورز اللي بنستخدمه عشان اتفادى اي اوبجكت قدامي الالتراسونيك، ومنه انواع كتير جدا. في سمارت التراسونيك، في تيبيكال التراسونيك، في حاجات كتيره جدا فيه. طب الالتراسونيك ده بيشتغل ازاي؟ فيري سمبل، الميثودولوجي بتاعته يعني بسيطه جدا.
احنا بيبقى عندنا القطافه دي. اه ماشي، يبقى عندنا جزئين في الالترا صوت، في الاميتر وفي الريسيفر. جميل. المفروض ان ده بيمت سيجنال بتخبط في الاوبجكت وترجع عليه تاني. في ديستنس هيعمل لها ترافلنج من هنا لهنا اسمها دي. طب احنا بنحسبها ازاي؟ بنحسب سرعه الويف اللي هي سي وبنحسب التايم اللي بياخد عشان يطلع من هنا ويرجع هنا، بنسميه تايم اوف فلايت. طيب لو انا عندي السبيد بتبقى 2 متر بير سكند وهو عمل فلاي 2 سكندز، يبقى دي بكام؟ بتساوي السي في التي، يعني هيمشي 2 متر. 2 متر رايح جاي، يبقى لازم اقسمها على 2، يبقى الديستنس هنا اتقسم على 2 تبقى كام؟ تبقى 1 متر. يبقى الديستنس البعيد عندنا از 1 متر. ده مجرد ايه؟ اكزامبل صغير. اهم حاجه ان احنا لازم نعرف البروباجيشن سبيد اوف الساوند والالكتروماجنتيك سيجنال اللي هي طلعها. وبيبقى السنسور ده ليه ماكسيمم وليه مينيمم. يعني مثلا يقول لك ايه، احنا الماكسيمم بتاعي هيبقى عند 3 متر ايزو، اكتر من كده مش هيعرف يجيب. طب المينيمم 3 سنتيمتر. في ناس بتشتغل عند 10 متر، سوري، في سنسور بتشتغل عند 10 متر اند سو اون. بس هي النقطه ان فيها مشاكل. ايه هي؟ ان في شويه سيرفيسز مش هيقدر يعمل عليها ريفلكشن، لان دي ساوند ويف انا ببعتها. فانا لو بعت على سيرفيس which absorb ساوند مش هيجي لي حاجه. وبرده بيشتغل عند ديكريز معينه، يعني هو بياخد كون معين يقيسه. يعني لو انا حاطط ده السيرفيس اللي عندي وهنا الالتراسونيك قدامي سيرفس كده، مش هياخد كل ده، هياخد حبه مثلا 45 درجه 90 درجه اند سو اون، مش هياخد كله، مش هياخد ال 180 كلها. فانا ما اقدرش لو اوزع سنسورز اوزعها بالتوزيع كلها. جميل. طيب احنا بنعمل ايه هنا في السنسور ده؟ بضرب بلس واقعد مستني لغايه لما استقبل البلس الثاني. الفتره دي كلها هي اللي بايسها. لو انا الفتره دي الماكسيمم بتاعي عدى من غير ما استقبل حاجه، يبقى اذا المسافه اكتر من 3 متر. يعني نقول مثلا ان انا المفروض اضرب بلس وترجع within 10 مللي سكند، يبقى 10 مللي سكند دي equivalent to 3 متر اللي هو الماكسيمم. طب لو جات لي الرجعة بتاعتها عند 5 مللي سكند، يبقى انا كده قايس 1.5 متر. لو جات لي عند 2.5 هاخدها نسبة وتناسب وهكذا. بس ما اقدرش ابتدي ادي بالس جديدة غير لما تخلص ال 10 مللي سكند كلها واستنى شوية وبعد كده ارمي بالس تاني. مفهومة؟ طيب بنعملها ازاي بقى؟ باخد الروبوت عندي مثلا، تعالى ناخده على واحد، باخد الروبوت عندي بالشكل ده. هنقول ان هو سكوير، بقول ان الروبوت ليه كوردينيت سيستمز اكس اند واي،
والارض ليها كوردينيت سيستمز اكس اند واي، دي الريفرنس بتاعتي اللي بنسميها الريفرنس كوردينيت سيستم فلور ار اف، وده بسميه البادي فريم اوف ريفرنس اللي هو البي اف. يعني طيب بحط السنسورز في الاماكن العاديه اللي هي قدام وورا، صح كده؟ يمين وشمال، هيغطي لي الحته دي كلها، هيغطي لي الحته دي كلها، هيغطي لي الحته دي، هيغطي لي الحته دي، هيغطي لي الحته دي، هيغطي لي دي، وهكذا. جميل. طب هيبقى في حتة تانية بنسميها بلايند زون، اللي هي الحتة دي كلها مش متشافة. فممكن يبقى عندي اوبجكت هنا في الوش هقدر اجيبه تك تك، لكن لو عندي اوبجكت هنا مش هشوفه، لو عندي اوبجكت هنا اهو مش هشوفه. فيبقى لازم نحط ست تانية من السنسورز في الكورنرز، الحته دي، الحته دي، في دي، في دي. يبقى ده هيغطي الجزء ده، ده هيغطي الجزء ده، ده هيغطي الجزء ده، ده هيغطي الجزء ده. يبقى انا كده غطيت ايه؟ كل بلايند سايد، كل بلايند سايد. بس ده هيسبب لي مشكله، ان لو التو سنسورز دول اشتغلوا في نفس الوقت السيجنال دي هتعمل انترفيرنس مع السيجنال دي، والسيجنال بتاع السنسور ده تعمل انترفيرنس مع السنسور ده. تعال نسميهم كده بارقام، ده سنسور نمبر 0 1 2 3 4 5 6 7. حلو. السيجنال اللي طلع من هنا ممكن ترفلكت على اوبجكت وتبعت لسنسور تاني، فبالتالي ما ينفعش اشغلهم مع بعض. فبعمل ايه؟ بروح اعمل نود للسنسورز اللي على الجناب، مش في الكورنرز، اللي هي موجوده على الجناب، نسميها نود 1 مثلا. نود 1 دول هيشتغلوا كلهم مع بعض بس لفتره معينه. يعني لو انا اديت بلس التي بتساوي 0 هستنى 10 ملي سكندز، المفروض ادي البلس الثانيه، لا مش هدي البلس الثانيه بعد 10 ملي سكند، هسيبها شغاله لغايه 20 ملي سكند مطفيه. يعني انا هاجي هنا اهو، سوري تاني، هاجي هنا هشغلها 10 ملي سكند اللي هي الفتره اللي المفروض تجي لي فيها سيجنال باك، واقف واستنى 2 ملي سكند مثلا او 1 ملي سكند، واجي عند التوبولوجي اللي هي في الكورنرز دي، النوت 2 اللي هي في الكورنرز، واروح بعد دي 2 ملي سكند اروح مشغلها مدي بالس، وافضل مستني ال 10 ملي سكند. ده مطفي، لو نود 1 مطفي، بعد ما تتم ال 10 ملي سكند دي هاجي هنا واروح مشغل نود 1، تخلص ال 10 ملي سكند هاجي هنا اروح اشغل نوت 2، وهكذا. بس هعملها بطريقه ان 0 و1 ما يشتغلوش مع بعض، ان 2 و1 ما يشتغلوش مع بعض، ان 3 و4 و2 ما يشتغلوش مع بعض، وهكذا. مفهومه دي؟ عشان ما يحصلش ايه؟ كونفليكت للسنسورز. مفهومه؟ مفهومه دي. تمام. طيب هنعرف نحسبها ازاي؟ هنحسبها في الريبولشن ميثود. يعني هاخد ميكانيكال موديل واحطه. ازاي هاخد ميكانيكال موديل واحطه؟ تعالى ايه نمسح كده شويه كل ده ونعملها تاني.
عشان ارسم على الروبوت على سكتش صغير شويه. ايه ده، ايه النقط الكتير اللي معايا؟ انتوا اخباركم ايه، عاملين ايه؟ بتروح تسيح لي يا كريم عند الدكتور حسين السوي؟ يا دكتور، على حضرتك ايه؟ بيقول لي سامعين ان انت مبهدلهم والولاد بتشتكي. قلت له انا يا دكتور مبهدلهم؟ قال لي اه، هم تشتكي؟ قالوا لي كده. قلت له طب طب انا انا اسالك هبهدلهم سؤال، اكتر عشان خاطر. طب انا اسالك سؤال يا دكتور، بالله عليك، تفتكر انا يا يوم حبيبي. اروح اشتكي من حضرتك عشان اشتكي الدكتور حسين؟ يعني انا بحب الدكتور حسين بس اكيد مش هشتكي منك انت دكتور، يعني مستحيله. يا يعني عم لا بهزر طبعا، ايوه طبعا. بيهزر، هو بيقول بيقول لي لي، بيقول لي ما جيتش ليه مبسوطين امبارح، وكل حاجة كده. بيقول على الاسبوع اللي فات بيقول ما جيتش، قلت له الامتحان كان يوم حد وبعدين اتاجل للحد اللي بعده. عارف يا دكتور هي غلطتي في ايه بقى؟ يوم ما حضرتك كنت مسافر وراجعين المحاضره ان انا رحت اليوم ده. عارف بقى، كنت انا مسكت برايي قلت لا انا مش رايح، عشان ايه؟ هو تمشي كده صح. كان هيغير اليوم. اه بالظبط، هو كده بقى اه بالنسبه له، طيب، وطز فيا انا بقى. ما مش مشكلة بقى. ما هو خلي بالك، يعني الحكاية بالتفاهم. دكتور حسين ده ما حبيبي انا فاهم، ما انا عارف دكتور حسين حبيبي، وانا كمان راجل محترم يعني. جدا من زمان، هو ان هو بيدرس في الأكاديمية، راجل محترم قوي وزي العسل. تحس كده انا ان هو بحبه، باباك، هو اب تحب، جدا، اه بجد، عارف انت، تنغشه زي ما بتنغش باباك كده، اهو هو زي طيب العسل جدا 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 جدا. جدا. بصراحة يعني طيبته دي عالية قوي يعني. طيب ادي بصراحة الروبوت، جميل، وادي الكوردينس بتاعته، ادي الاكس وادي الواي، واحنا حاطين هنا زيرو سنسور 1 سنسور 2 سنسور 3 سنسور 4 سنسور 5 6 اند 7. حلو. هنعمل ايه؟ هنقول ان انا هعتبر ان لو في اوبجكت في المكان ده وانا بقيس ديستنس زيرو مثلا، هعتبر ان المسافه اللي ما بين هنا وهنا دي كانها سبرينج. لو السبرينج ده مضغوط انا محتاج اعمل فورس بحيث ان انا ابعد عنه، وهعتبر ان ده اوبجكت والمسافه اللي ما بين دي ودي كانها سبرينج. لو السبرينج ده مشدود يبقى انا عايز فورس اروح ناحيته، يبقى معنى كده انا هولد فورسز بناء على السبرينج ده، بحيث ان هي تودي الروبوت من الحته الضيقه اللي فيها اوبجكت تروح في الحته ايه اللي فاضيه. ازاي؟ تعال نقول ان في فورس هنا هتنتج من السنسور الاولاني. الفورس دي فانكشن في الديستنس. لو الديستنس كبيره، لو الديستنس قليله يعني 0.1 متر، يبقى لازم يبقى فيه فورس قويه تزق الناحيه البعيده، والكي دي هي السبرينج اكشن. يبقى لو الديستنس 0.1 مقلوب ال 0.1 يبقى كام؟ هيبقى 10، يبقى قيمه كبيره. لو الديستنس هنا الفورس بتاع 2 10، يبقى مقلوبها كام؟ 0.1، يبقى الفورس اللي هنا اقل من الفورس اللي هنا، يبقى هتلاقيه بيروح ناحيه ايه؟ الفورس الصغيره. طب هنحسب الفورسز دي ازاي؟ هنحسبها عادي، لكل سنسور ليه فورس بتاعته. يعني السنسور ده ليه فورس نود، والسنسور ده هيتحسب له فورس 1، والسنسور ده فورس 2، فورس 3، فورس 4، فورس 5، فورس 6، and فورس 7، 8 فورسز. طيب كل فورس دي ليها تحليل على الاكس اكسس والواي اكسس. يعني انا ممكن اقول ان الزاويه ما بين اكس و0 بصفر، والزاويه ما بين اكس واف 1 تيتا 1، الزاويه ما بين اكس واف 2 تيتا 2، تيتا 3، لغايه لما اوصل لثيتا كام؟ تيتا 7. دي هعمل منها البروجيكشن بتاع كل فورس على الاكس اكسس والواي اكسس. يعني هقول ايه؟
الفورس الريزلتنت اللي في اتجاه اكس بتساوي سيجما، يعني مجموع الفورسز كلها كوزاي الزاوية بتاعتها، وير اي دي من 0 لغاية 7، يعني هتساوي F1 F نود كوزاين ثيتا نود اللي هي أول واحدة، زائد F1 كوزاين ثيتا 1 اللي هي تاني واحدة. هاخد بقى البروجيكشن بتاع F1 دي على الإكس أكس، بلس F2 كوزاين ثيتا 2 لغاية ما أوصل F7 كوزاين ثيتا 7. يبقى أنا خدت مجموع الريزلت بتاع الفورسز دي كلها في ايه؟ في الاكس دايركشن. وبما ان انا عايز امشي عكس الفورس يبقى لازم احط ايه؟ نيجاتيف ساين. جميل؟ طيب في الواي يبقى اف واي هتساوي سيجما فورس اي ساين ثيتا اي، اي بتساوي زيرو لغايه 7، يعني F نود ساين ثيتا نود أفضل ماشي كده أهو لغاية F7 ساين ثيتا 7. بما إن أنا ماشي عكس الفورس يبقى هضرب هنا إيه؟ في نيجاتيف عشان يمشي في الاتجاه العكس. طب دي هتديني إيه؟ هتديني فورس ريزلتنت إن X FX و FY. طب أنا هحتاج الفورس في إيه؟ وعندك الاكسلريشن بيساوي الفورس على الماس، مش فورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. طيب الاكسلريشن في الواي بيساوي الفورس في الواي على الماس. لو انا عملت انتجريشن الاكسلريشن يطلع لي الاكس دوت، لو انا عملت انتجريشن الاكسلريشن يطلع لي الواي دوت. يبقى انا كده طلعت الاف الاكس دوت والواي دوت اللي هي السبيد بتاعت الروبوت اللي انا هدخلها على الانفرس كيناماتكس، اللي هتطلع لي سرعات للعجل تخش على الروبوت وتحركه. سهلة؟ الو مفهومة؟ مفهومة واضحة يا دكتور. طيب دي بتفيد في ايه؟ بتفيد ان انا لو عندي هنا اهو عايز امشي بالروبوت من هنا initial point اروح لجول بوينت، اقصر طريقي الخط مستقيم، فبالتالي انا هطلع velocities في الاكس دوت والواي دوت زيرو، بس طلع لي obstacle هنا، فبالتالي انا هيبقى عندي behavior بتاع الموشن كنترول وعندي behavior بتاع collision avoidance، الاثنين دول بيحصلهم فيوجن مع بعض عشان يطلعوا الفيلوستي ريزلتنت بتاعتي اللي دخلها على الانفرس كيناماتكس، فتدي لي ده وده وده. يعني انا من الفيوجن ده بحدد انا عايز انهي يمشي اكتر، الكوليجن افويدنس يبقى دومينيتنج على الموت على فيلوستي كنترول، ولا فيلوستي يبقى دومينيتنج على الكوليجن افويدنس. هقول لا انا همشي في مكان فيه شغل كتير، يبقى لازم كوليجن افويدنس يبقى دومينيتنج على ده، فبالتالي هيجي عند حته معينه والغي الفيلوستي دي وامشي بالكوليجن افويدنس، وبعد كده اسلم الكوليجن افويدنس للفيلوستي كنترول بطريقه سموت ولذيذه وسهله. ده بنسميه حاجه اسمها بيهيفير فيوجن، والبيهيفير فيوجن ده احنا بنعمله بحاجه اسمها لوجيكال جيتس، وده اللي احنا هندرسه المره الجايه ان شاء الله. بس كده حضرت النهارده كده بس. ايه طولت عليكم؟ تمام يا دكتور. طولت عليكم بجد ولا حاجه؟ قول لي. لا لا جميل كده يا دكتور والله. طيب بس كده الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله هنتكلم. والله ده 100 100 حبيبي.
الاسبوع الجاي هنتقابل في ورم ميه، كل واحد هيعرض البرزنتيشن بتاعته، انتوا اربعه بس ان شاء الله يا دكتور، كل واحد هيعرض البرزنتيشن بتاعته زي ما اتفقنا، وبعد كده